بعد خروج عبد الرب مصر هذه احلامي المرتبك، لكن في الواقع نفسه ما في ولا اي حاجه ولا يتغير، يخرج ولا يدخل ما في شيء يتغير، لا الاحلامي بسيد وذا ما في حاجه. بعد خروج الرئيس عبد الرب منصور هادي الوضع لم يزال كما هو، لم يتغير اي شيء. النفسيات كلها يعني مستنيه او منتظره الحاجه أسوأ، يعني بعد خروج عبد ربه من صنعاء الى عدن. والله الوضع هذا كسوابه، معناه ما من هذا الرئيس هو موجود ولا مش موجود، يعني الدنيا هذيك. والله الوضع بعد عبد رب منصور هادي هذا كسوابه في عدن، هذا ما بيش داعي لحضوره. الوضع يعني ليس بي لا هم ولا اهتمام، يعني ذهابه الى عدن او جلسته في صنعاء ليس بنا يعني اختلاف. كان وجوده يعني في صنعاء خلال الاسابيع هذه اللي زعت، وبعد مغادرته صنعاء يعني الوضع نفس الوضع. الان على ما هو ما تغيرش حاجه، على ما هو وان شاء الله بيتغير للاحسن.